خلينا نروح سريعاً للندا نعرف منها آخر أخبار الجو والحرارة والتراب الحقيقة لسه في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة النهاردة. أبرز الظواهر الجوية اللي معانا هي فرص سقوط أمطار خفيفة، شبورة مائية الصبح خفيفة، وكمان نشاط للرياح. يعني لسه في شوية حر برد برق بس الحمد لله. نشاط للرياح بس من غير تراب الحمد لله. مفيش تراب. الحمد لله. تعالوا نشوف التفاصيل مع بعض. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن الطقس النهاردة هيشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والطقس هيكون لطيف على القاهرة والوجه البحري ومائل للبرودة على السواحل الغربية، وهيكون معتدل على جنوب سيناء، وهيشهد شمال الصعيد طقس لطيف، أما الجنوب فيكون الطقس فيه معتدل. بالليل هيكون الطقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. هيكون في أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة في محافظات مصر، وهنبتديها كالعادة من محافظة القاهرة، وبتسجل العظمى في القاهرة 21 والصغرى بتسجل 12، الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13، مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 13، سيوة العظمى 20 والصغرى 9، بورسعيد العظمى 21 والصغرى 13، دمياط العظمى 20 والصغرى 14، الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 11، والسويس العظمى 22 والصغرى بتسجل 14. هنروح للعريش العظمى في العريش 21 والصغرى بتسجل 12، طابة العظمى 22 والصغرى 13، سانت كاترين العظمى 19 والصغرى 7، شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 17، الغردقة العظمى 25 والصغرى 16، الفيوم العظمى 23 والصغرى 12، بني سويف العظمى 23 والصغرى 12، المنيا العظمى 22 والصغرى بتسجل 13، أسيوط العظمى 23 والصغرى 13، سوهاج العظمى 24 والصغرى 14، قنا العظمى 26 والصغرى 17، الأقصر العظمى 27 والصغرى 16، أسوان العظمى 28 والصغرى 17، الوادي الجديد العظمى 28 والصغرى 14، شلاتين العظمى 29 والصغرى 18، وأخيرا حلايب العظمى برضو فيها 29 والصغرى بتسجل 23.